لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. من جحيم الحرب إلى رياض الرحمن، قدم أكثر من 21 ألف يمني لأداء مناسك الحج هذا العام. كل له قصته ومعاناته، جاء مهللين ومكبرين في موسم يزيل اكتئاب النفوس ويغسل القلوب من صدأ الحياة المثقلة بالحزن وأوجاع الحرب. وهنا في هذه الديار المقدسة، وحيث المشاعر الدافئة والمتدفقة، يتذكر اليمنيون بلادهم الممزقة وعويل القرى والمدن الرازحة تحت ليل القصف والقتال، لكنهم لا يتذكرون كيف قطعوا المسافات وتجاوزوا متاعب الطريق وصعوبة الإجراء. كل ما في مخيلتهم أنهم تركوا وراءهم بلدا تتخطفه أيادي الموت وسيعودون إليه بأثوابهم البيضاء بعد رحلة حج فائضة بالمشاعر. تقول لجنة الطوارئ التابعة لبعثة الحج إن الأماكن المخصصة للحجاج اليمنيين جاهزة لاستقبالهم، وهم يتوجهون إلى ميناء في يوم التروية قبل الصعود إلى عرفات وأداء الركن الأعظم. في زحمة المشاعر الروحانية هذه تتبدد المعاناة وينسى الجميع مشقة الوصول إلى هذه الأماكن، على الرغم من رحلة السفر الشاقة التي كلفت اليمنيين الكثير من المعاناة والغضب والصراخ بفعل إجراءات الدخول عبر المنفذ الوحيد هناك في صحراء حضرموت الحدودية. معاناة تصدرت شاشات الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شخصين لأسباب مرضية ضاعفتها سوء الخدمات، لكن تعالي الصراخ إزاء تداعي المعاناة أجبر القائمين والمسؤولين على المنفذ ووزارة الأوقاف والوكالة الخاصة على تجاوز الصعوبات والعوائق وإنجاز المهمة. لكن هذا لا يعني نسيان ما مروا به.